وبعد كده نتكلم عن العنف الزوجي. السعادة الزوجية حاليا في الوقت الحالي هو للأسف أنا مش قادرة أقول إنها بنسبة حتى 50% إنها متحققة. ليه؟ لأبعاد كتير. أول حاجة إن بقى في سوء في الاختيار من الطرفين، يعني دلوقتي ممكن تكون واحدة مثلا عايشة مش كويسة في بيت أهلها، فهي بقى حابة إنها تطلع من العيشة دي فتقول لا أنا لازم أتجوز، أو مثلا عندها حلم إنها تبقى غنية فيتقدم لها عريس مبالغ في الثروة بتاعته فأنا هتجوزه. ما أحسنتش الاختيار، ما فكرتش في أسس ومعايير معينة عشان نوصل بيها للسعادة الزوجية. السعادة دي بتبقى مبنية على الحب والاحترام، وزي الحلقة اللي فاتت كانت دايما كنا بنشيد وبنتأكد قوي على الاحترام المتبادل. لو اخترنا بعض على هذا انت حضرتك الأساس تابعتينا في الحلقة اللي فاتت؟ أكيد طبعا. طب كويس. فهي حلقة يعني كل الحلقات موفقة لحضرتك، ربنا ربنا يبارك فيك يا فندم. يوفقك إن شاء الله. بس هي الفكرة إن أنا عشان أقول سعادة إحنا افتقدناها، علشان السبب الأساسي ده إن إحنا ما بقاش في أسس للاختيار للشريك. عظيم. يعني أنت حضرتك بانية فكرة عدم وجود السعادة على سوء الاختيار. أكيد. ولعل المحور ده دكتور محمد المهدي بيأجله شوية إن هو عايز يتكلم عليه لاحقا، في إن هو نقطة عايز برضو يحط مهمة، معايير لحسن الاختيار. إحنا في نقطة مهمة دلوقتي افتقرنا في أغلب الأسر إن إحنا ما بقيناش يبقى عندنا توعية وثقافة في يعني إيه زواج، يعني إيه شريك حياة. يعني إحنا كنا لسه بنتكلم بنقول أنا سمعت شيخ شعراوي قال مقولة عجبتني أوي، قال العقد الزواج ده هو العقد الوحيد اللي أو يعني ربنا مثله في القرآن بل ميثاق الغليظ. لو كل زوج وزوجة قدروا يفهموا يعني إيه ميثاق غليظ، فبالتالي اكيد كانوا هيحافظوا على البيت وتبقى فيه سعاده. الطرفين يعيا معنى كلمه الميثاق الغليظ. بالظبط. انا مش هاجي على حد في النقطه دي، لازم الطرفين. وقبل ما نبتدي مرحله الزواج دي لازم ابقى واخده بالي ان الزواج مش مجرد لحظه حلوه وفرح وفستان، لا ده في ما بعد كده مسؤوليه، اولاد بتكبر، بعد كده الاولاد دول هياخدوا سلوكك وطباعك. في حاجة؟ لا لا معاكي. فيعني سواء للرجل لازم تفكر هي دي هتكون أم أولادك، شريكة حياتك اللي هتحتملك، وبرضو للست هو ده الشخص اللي هيكون سند ليكي. أنت بتخرجي من بيت والدك علشان تروحي لسند تاني هو أب ليكي، مش مجرد أربع حيطان. كنت في الأربع حيطان وكنت بتاكلي وكنت بتشربي، لكن أنت راحة للاحترام للمودة اللي يعينك على الحياة. تمام. واللي يكون اب وفخر ليكي ولاولادك. تمام كده كده. عشان برضو استاذ احمد يشاركنا الحديث التمهيدي، اتفضل. نقطتين حضرتك شايفه هما سبب في غياب السعاده عن بيوتنا، افتقرنا سوء الاختيار وعدم تاهيل الطرفين بالضبط لتبعيات الزواج ومسؤوليه. حضرتك شايفاها انها غايب عن بيوتنا بنسبه كام او كام في الميه مثلا تقديرك؟ يعني مثلا نص المجتمع في حاله سعاده زوجيه، اقل من النص، نسب بسيطه في مجتمعنا ممكن نقول انها بيوت سعيده. انا هقول لحضرتك بنسبه عشان ما نظلمش، هو 60% السعاده، 60% يعني 40% من مش بيوتنا لا بنمثل مش... يا بنمثل يا اما في انفصال. يعني في بيوت متقفله لمجرد ان انا عايشه وهو عايش عشان اولادنا نربيهم، لكن مش بيفتقروا للحب والموده. يعني حوالي 40% من بيوتنا بتعاني من عدم السعاده الزوجيه. طبعا دي حاجه تقديريه مش طبعا مش اكيد اكيد يعني. من خلال حالات بقى عندي في الحمله عندنا طبعا يعني. تمام. انا هاجي لحضرتك بالتفصيل. ما اسفه بس مش عندي، لان مؤسسه الحمله كل التقدير والشكر ليها يا استاذه نجلاء شابون مش انا. ايوه حضرتك ما تقولي عندي، يعني عندنا كلنا.